نبعد عن الاحتفال ونرجع إلى يعني البحرين بالتحديد، ما هو شكل التعاون بين مكتب الأمم المتحدة هنا في البحرين والجهات البيئية الموجودة في مملكة البحرين؟ يا سيدي، أفضل أوجه التعاون هو استضافتنا، استضافة المكتب الإقليمي في دولة في مملكة البحرين، وهذا من أفضل أوجه التعاون. وإحنا طبعا نشكر المملكة على كرمها وعلى استثمارها في البيئة، لأنه الحقيقة البيئة موضوع مكمل للتنمية المستدامة زي ما تفضل الدكتور عادل. إحنا طبعا علاقتنا وثيقة مع إدارة البيئة والحياة البحرية والفطرية. هناك مشاريع متعددة نعمل سويا على تنفيذها في وضع تصور واستراتيجيات لحماية البيئة والاستخدام المستدام لعناصر البيئة المختلفة في مملكة البحرين. هناك مواضيع طبعا الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بما يتعلق بالتغير المناخي، حماية طبقة الأوزون، المواد، استخدام المواد الكيميائية، الأنواع الحياتية المختلفة، مجالات الطاقة، التوعية البيئية، وضع القوانين والأنظمة والإرشادات، كل هذه المواضيع نشتغل مع بعض من خلال الهيئة العامة ومن خلال وزارة الطاقة مثلا، هيئات محلية مثل جامعة الخليج العربي في البحرين، اللي كثير من التقارير. شنو التعاون بينكم وبينهم؟ جامعة البحرين، الحقيقة جامعة الخليج العربي في البحرين هي شريك أساسي في وضع التقارير التقييمية البيئية سواء في الوطن العربي أو في غرب آسيا أو بشكل عام عالميا، يعني تساهم في التقارير العالمية. والحقيقة بعد يومين راح احنا نطلق التقرير العالمي التقييمي رقم 5، اللي هو احدى التقارير المهمة جدا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسوف يتم اطلاقه في البرازيل وفي دولة مملكة البحرين كاحدى 15 دولة عالمية تطلق التقرير إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. وهذه التقارير بتحط لنا الوضع البيئة العالمية بشكل عام، وضع البيئة في كل مناطق العالم، نفهم بشكل علمي ماذا يحدث في العالم، ولكن أيضا نضع تصورات سياسية، سياسات معينة، أنظمة، ماذا يجب علينا أن نفعل لحماية المستقبل. صحيح، وهذا يدل يعني دكتور إياد، يدل على مدى اهتمام مملكة البحرين بالبيئة بشكل عام.